صلى الله عليكم. من لم يجد مكانا في منى يبيت فيه فماذا يفعل؟ يصير في طرف الحجاج ولو في مزدلفة، يصير في طرف الحجاج ولو في مزدلفة يكفي هذا ومعذور. نعم، لكن بعضهم يروح ياخذ شقة في مكة ويقول أنا ما لقيت مكان فيه، صر مع طرف الحجاج ولو في مزدلفة لا بأس. ما أنك تروح بشقة في مكة وتقول أنا ما وجدت مكان، ضاقت بك الأرض، ما هو صحيح هذا. نعم.